خلينا نكمل كده الموضوع بتاعنا النهارده ان شاء الله. احنا اخر حاجه وقفنا عندها كان الايه، الكيستون. اتكلمنا على الكيستون، عملنا انستول الكيستون المره اللي قبل اللي فاتت صح ما تفتكروا، ومع الانستليشن بتاع الكيستون بدانا نتكلم على الكيستون دي ايه وبتعمل لنا ايه ووظيفتها في الحياه، وليه هي مهمه جدا وليه ده انا اهتمام ده في الاول صح فاكرين. النهارده ان شاء الله هنحاول نكمل الموضوع ده بقى، النهارده هننقل بقى من الكيستون ونروح على اي سيرفيس تانية بعدها مش فارقه. طيب هو السؤال هنا، هو انا لما اجي اعمل فيرتشوال ماشين، يعني انا عندي اوبن ستاك دلوقتي وهقول انا عايز اعمل فيرتشوال ماشين، انا عايز ارن، بالمناسبه كلمه فيرتشوال ماشين على اوبن ستاك اول ما تسمعها كده هتسمع كلمه انستانس على طول، فانسى كلمه الفي ام دي وهتلاقي كلمه انستانس تمام. فلما اقول لك فيرتشوال ماشين او انستانس الاثنين نفس المعنى، ما تتخضش يعني من حاجه. طيب كلام جميل. طيب هو ايه اللي انت محتاجه عشان ترن اي انستانس على الاوبن ستاك؟ ها ده سؤال ليكم بالمناسبه، يعني مش حد يقول لي كده طيب انا محتاج ايه؟ هي عامة الحاجات اللي قلنا عليها نتورك وستورج و ريسورسز، عامة اللي هي نتورك وستورج وسي بي يو رام. نتورك وستورج وسي بي يو رام. حد عنده إجابة تانية؟ تحطها بقى في بروجكت ودومين، تكون موجودة في بروجكت ودومين. ها حد عنده إجابة تانية؟ أنا محتاج أعرف نوع الإنستنس دي هتبقى لينكس ويندوز، ما ليها أنواع. مش فارقه ماليش دعوه بانواع الانستنس، ماليش دعوه اللي هيرن هو ايه، اللي هيرن ده ممكن اكون عامل او اس اسمه مصطفى ومسميه هو الانستنس بتاعي اسمه مصطفى برضه، ما عنديش مشكله في كده. ايه نوع، مش بسالك ايه نوع الانستنس، انا بقول لك انا لما اجي اشغل انستنس ايه المفروض يكون موجود عندك عشان تشغل الانستنس ده؟ الكمبيوت سيرفيس والستورج سيرفيس يا مصطفى والنتورك سيرفيس. خليني بقى انسى الكلام اللي انتوا قلتوه ده، الهبل اللي انتوا قاعدين تقولوه ده. اولا مع الاوبن ستاك مع اي كلاود انفايرمنت، فانت الهاردوير بالنسبه لك عباره عن تمبلت خلاص. التمبلت دي احنا مش هنسميها تمبلت، احنا هنسميها كده بروفايل بكل بساطه. البروفايل ده هتعتبره زي تمبلت. ايه البروفايل ده او التمبلت دي؟ البروفايل ده هيكون عباره عن ايه، الهاردوير ريسورسز اللي هتتحجز للانستنس ده لما يجي يشتغل. انا هديله سي بي يو قد ايه، انا هديله رام قد ايه، انا هديله ديسك قد ايه، السايز بتاع الديسك. يبقى انت محتاج يكون في الاول في بروفايل موجود يعرف لك ايه، ها يعرف لك ايه الهاردوير اللي هيتحجز للانستنس ده، ده رقم واحد. طيب الانستنس ده لما تيجي تكريته هتكريته كده من الهوا، هيطلع كده شطاني في الهوا؟ اولا فكره تقعد تعمل انستول لكل انستنس بايدك، الفكره دي مش هتنفع مع الكلاود انفايرمنت، وده ليه؟ لان الكلاود انفايرمنت الانفايرمنت بتاعتها سريعه جدا في التعامل، يعني طول النهار عمال تلانش انستنسز وترمينيت انستنسز طول النهار حرفيا، يشيل حط شيل حط، فانت مش هتقعد بقى كل شويه انستول. فاحنا بنعتمد على ايمجز بري بيلت، ايمجز تكون موجوده، الايمجز دي بتكون بري بيلت عاده ماشي كده، اللي هي بالنسبه لك بتكون الايمج تمبلت او بتكون بري بيلت تمبلت. يعني انت بتجيب الاوبريتنج سيستم بتاعك يا اما عباره عن كيو كاو فايل، يا اما في ام دي كي، يا اما رو، ايا كان بقى الفورمات بتاعك، بس الاو اس عاده بيكون بري بيلت ايمج. البري بيلت ايمج دي انت عامل لها امبورت قبل كده مسبقا، ولما تيجي تقول له انستنس اقول له يا عم انا هاخد انستنس، خد كوبي من الايمج اللي اسمها وليكن اسمها سنتوس 8 مثلا او سنتوس 7 دوت كيو كاو 2 مثلا، انا هاخد الايمج دي وبناء على الهاردوير كاركترستكس دي ها اعمل لي ايه؟ لانش، اعمل لي لانش انستنس من الايمج دي تمام كده؟ يعني انا كده بكون اصلا في البروفايل او في بكون محدد يعني اي ايمج هيحصل لها لانش او هكريتها عندي متحدد لها كم الايمج دي معمول لها، لازم يكون معمول لها امبورت قبل كده، ولازم يكون متحدد لها بروفايل تقول له ها انت يا عم الحاج، ما اسموش يعني انا مسميه بروفايل بس هاجي لها كمان شويه، انت يا عم الحاج انت هتاخد ريسورس قد ايه، تسحب ريسورس قد ايه لما تيجي تشتغل تمام كده. طيب الايمج دي عشان تشتغل فعليا فانت محتاج يكون في طريقه تشغل بيها الايه، ها الايمج دي، فانت محتاج الكمبيوت سيرفيس.
الكمبيوت سيرفيس دي هي اللي هتقوم بعمليه التشغيل الفعليه. ده الانجن، ده المحرك اللي بيبقى شايل الكلام ده، يعني الكمبيوت سيرفيس دي ده المحرك الحقيقي. طيب ما انت شغلت الانستانس ده، بس الانستانس ده مالوش نتورك صح؟ فانت محتاج يكون في نتورك موجوده. طب هو انت لما تيجي تاخد نسخه من الايمج دي، انا قلت لك خلي بالك، انا قلت لك قبل كده مره واثنين وثلاثه، انت بتاخد نسخه من الايمج دي بمواصفات الهاردوير ده صح؟ عشان الكمبيوت سيرفيس تشغلها لك. طب ثانيه واحده، الترافيك اللي طالع منها او داخل لها يطلع عن طريق النتورك. طب ما ثانيه واحده، انا قلت لك انت هتاخد نسخه من الايمج، النسخه دي هتاخدها تحطها في الهواء ولا لازم يكون لها تخزين؟ تحطها على ستورج. صح، حلو جدا. فلو انت هتاخدها تحطها على ستورج، فانت لازم يكون عندك ايه، ها، بشكل ما حاجه تقدر تعمل لك ستور، ستورج عندك. وضحت؟ عشان لما تاخد نسخه من دي كده، النسخه دي هتتخزن في الستور اللي عندك ده. النسخه اللي اتحطت في الستور ده ممكن تعدل فيها بقى، تكتب عليها داتا براحتك زي ما انت عايز، ولو وقفت الانستنس ده وحبيت تشغله مره تانية تفضل الداتا موجوده زي ما هي. معنى كده ان اللي انت خدته من هنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ كابي من التمبلت بس، صح؟ تمام كده؟ ها، حد عنده مشكله في الحته دي؟ طيب كلام جميل. بما اننا وصلنا للنقطه دي بقى، بما اننا وصلنا للنقطه دي، فخليك فاكر كويس جدا، او قبل ما اقول لك انت خليك فاكر كويس جدا، اولا الكمبيوت سيرفيس نفسها اللي هتشغلي الفيرتشوال ماشينز اسمها عندنا نوفا. طيب النتورك سيرفيس اسمها نيوترون. الايمج سيرفيس اسمها ايه؟ جلانس. طيب ايه تاني موجود عندنا؟ الستورج سيرفيس اللي موجوده، او البلوك ستورج سيرفيس اللي موجوده، بلاش الستورج، سميها البلوك ستورج اللي موجوده عندنا اسمها سندر. وضحت كده؟ يبقى كل واحده فيهم ليها اسم، الاسماء دي تحفظها زي يعني خلاص. انا في الاول انا كنت شايف الموضوع صعب جدا ان هو يتحفظ يعني، بس انا عشان افتكر الحاجات دي انا كنت بحاول اكورليت الحاجات دي ببعضها. يعني نتورك يبقى نيوترون على طول، ايمج يبقى مين؟ جلانس. بلوك ستورج كنت بفتكرها دايما بمين؟ بسندر. نوفا دي الفي دي كنت بحط المقابل بتاعها فيرتشوال ماشين. ده لما انا جيت اشتغل اول مره اوبن ستاك في 2013، كان عندي امتحان في الاوبن ستاك، يعني كان عندي السيرتيفايد ادمنستريتور الامتحان، وكنت فعلا كنت متلخبط في الاسماء دي، ويعني ايه يا عم ده، انا اقعد احفظ ايه ولا ايه؟ بالمناسبه ده دول احنا كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاوبن ستاك، دول مش كل حاجه، ده احنا كده بس دول اساس الاساس اللي لازم تكون عارفه عشان تقول انا على الاقل فاهم بيزكس اوبن ستاك. في اكتر من 50 سيرفيس موجودين النهارده، في اكتر من 50 سيرفيس موجودين، فانت ما تتخضش، بس حاول تكوريليت الايه الاسماء دي كده مع حاجه وتلزقها في دماغك، ما اعرفش ازاي، دي مشكلتك انت. خلاص ايه تاني يا سيدي؟ طيب بما ان احنا بدانا كده نتكلم، خلي بالك احنا ضفنا الاربعه دول النهارده اللي بدانا نتكلم عنهم مع الكيستون اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، صح كده، بقوا خمسه. فاكر ما كنت بقولك المره اللي فاتت ان الكيستون دي مهمه جدا في كل حاجه بتحصل عندك؟ فاكر لما كنت بقولك اي حد بيكلم اي حد لازم الاول يروح ياخد ايه؟ انا عندي النوفا عايزه تتكلم مع الجلانس عشان تسحب منها ايمج، صح؟ النوفا دي الاول هتروح تسحب ايه؟ بعد ما التوكن ترجع لها هتروح واخده نفس التوكن دي وتبدا تتكلم مع الجلانس اوثنتيكيت، ها، وتقول لها بصي انا معايا توكن اهي، والنبي يا حاجه اديني كذا اعملي كذا. وضحت؟ حلو. معنى كده ان لو في كومبوننت عندك بيحاول يكلم كومبوننت تاني، الكومبوننت الاولاني دون راح للكيستون، لقى الكيستون داون،
ايه اللي حصل عندك؟ مش هيعرف يعمل كوميونيكيت ماشي، ما بقتش اصلا لوكيشن اصلا. حلو جدا، كلام جميل. طيب تعالى نفكر النهارده كده، انا ما اعرفش والله نشتغل على ايه النهارده. تعالى نشتغل النهارده على الجلانس مثلا، الجلانس هي كده كده لازم نعملها قبل ما نعمل اي فيرتشوال ماشين جديده، فتعالى نشتغل على الجلانس عندنا ماشي كده. ها في مشكله؟ ماشي ماشي توكل على الله. تعالى كده اوبن ستاك بروجكت ليست. احنا كان عندنا هنا مع الكيستون كنا عملنا انستوليشن صح؟ لو تفتكروا عملنا يوزر تاني، عملنا يوزر كمان وبروجكت كمان ودومين كمان تقريبا. لا عملنا يوزر، عملنا يوزر على نفس البروجكت. عملنا يوزر، لا بيتهيألي احنا كنا احنا صحيح احنا حسبنا كل حاجة موجودة عندنا صح؟ ده فريش انستليشن ده المفروض. طيب حلو، طب تعالى بقى نجرب الحاجات دي نعملها مرة تانية كده ماشي. تعالى كده عندي يا سيدي اعمل بروجكت هسميه سيرفيس، ممكن اقول لك كده اوبن ستاك خليني اعمل لوج اوت ولوج ان مره تانية عشان الباش كومبليشن بدل العذاب اللي احنا فيه ده. الاول سورس كيستون ار سي اوبن ستاك بروجكت كرييت. الاول تعالى كده اوبن ستاك، قلت لك في عندي حاجه اسمها ديفولت دومين صح؟ اوبن ستاك دومين ليست، عندي الدومين بتاعي اهو اسمه ده الاي دي بتاعه ديفولت والنيم بتاعه اسمه ديفولت برضه. طيب انا ممكن اجي هنا كده اقول له اوبن ستاك بروجكت كرييت وهقول له اسم الدومين بتاعك اسمه ديفولت، وممكن اديله ديسكريبشن. ديسكريبشن ممكن اقول له كده مثلا ده اديه له مثلا وليكن سيرفيس بروجكت، ده هحط فيه السيرفيس بتاعت الاوبن ستاك اللي موجود عندي ماشي كده وهسميه سيرفيس. طيب كلام جميل، تعالى كده اوبن ستاك بروجكت ليست. خلاص انا كده عندي بروجكت اللي هو اسمه ادمن والبروجكت اللي اسمه سيرفيس. طيب كلام جميل، تعالى يا سيدي نعمل ايه؟ تعالى كريت يوزر بقى عشان احط فيه الحاجات بتاعت الجلانس اللي عملناها انستول دي. يعني تعالى كده حضر قبل ما انستول الجلانس اصلا، تعالى اعمل لها يوزر. اليوزر ده الجلانس سيرفيس هتستخدمه عشان تكونكت على الكيستون تسحب منها توكنز. تمام كده؟ طيب تعالى كده اوبن ستاك يوزر كرييت وهقول له اليوزر ده هيبقى ممبر في اي دومين وموجود في البروجكت اللي اسمه سيرفيس. ممكن اقول له بالمناسبه لو انت مش حافظ او لو انت مش عارف تكتب الكوماند ازاي، بص كده داش داش هيلب شوف السنتاكس بتاعك ايه. انا قلت لك هتلاقي دايما السنتاكس في اول 10 15 سطر في الاول هنا شايفهم، فانا ممكن دايما كده لما تتزنق في اي كوماند في الاوبن ستاك اعمل كده اقول له مثلا على هيد داش ان 20 مثلا، شوف الكوماند بيتكتب ازاي، غش او اسرق النتيجه اللي انت عايزها واستخدم الكوماند عادي. يعني ما تحفظش، اوعى حد فيكم يتهبل في دماغه ويحفظ. خلاص بلاش يا عم 25 المره دي خليها 30 ماشي. فبيقول لك ده الطريقه اللي تتكتب بيها الكوماند، دي الاوبشنز اللي موجوده عندك. ممكن تحدد له اسم البروجكت والبروجكت دومين والباسورد والايميل بتاع الراجل ده والديسكريبشن، وممكن تقول له ايه تاني هنا، ممكن تقول له الباسورد بتاع الراجل ده عشان يعمل لك باسورد برومبت. طيب كلام جميل، خلينا نستخدمه كده. انا والله مش حافظ عشان كده بجيب الهيلب بتاعه. فايه اقول له كده اوبن ستاك يوزر كرييت. الاول انا ممكن احدد عندي من هنا ايه يا سيدي،
ايه اللي ممكن اجيبه من هنا؟ ممكن اجيب الباسورد، ممكن اديله ديسكريبشن، ايه تاني عندي؟ البروجكت والدومين واليوزر والباسورد والديسكريبشن بس. مش محتاج اديله ايميل يعني، ممكن اباي باس حاجه زي كده، مش محتاج حاجه زي كده يعني. طيب ممكن اقول له كده اليوزر ده يكون ممبر في اي دومين اسمه ديفولت، والراجل ده موجود في البروجكت اللي اسمه سيرفيس، ممكن اقول له هات الباسورد بتاع الراجل ده واطلبها مني. الباسورد بتاعته ريد هات، واسم الاكونت ده هيكون اسمه جلانس، ماشي كده؟ طيب اوبن ستاك يوزر ليست، المفروض دلوقتي ان انا الاقي يوزر للايه؟ للجلاند سيرفيس دي موجود حاليا عندي، ماشي كده؟ طيب ممكن اجي كده واقول له اوبن ستاك خلي لي اليوزر ده مع ادمن بريفليج، اوبن ستاك رول اد البروجكت اللي انا استخدمته كان اسمه سيرفيس، واليوزر اسمه كلانس، واديله الرول اللي اسمها ادمن. بالمناسبه لو عايز تعرف الرولز اللي موجوده عندك ممكن تقول له اوبن ستاك رول ليست، تعالى اوريها لك دلوقتي. اوبن ستاك رول ليست دي هنتكلم على الرولز كمان شويه، مش النهارده يعني بس قدام هنتكلم عنها باختصار، يعني مش باختصار بتفصيل شديد، ايه الادمن وايه الممبر وايه الريدر. باختصار شديد جدا الادمن الراجل ده ممكن يعمل اي حاجه حرفيا، ده الديكتاتور اللي موجود هنا بيعمل كل حاجه هو عايزها، خلاص يحذف يشيل يحذف البروجكت نفسه، يحذف اي حاجه هو عايزها، يشيل يحط يتشقلب يتنطط يعمل اللي هو عايزه حرفيا. الممبر ده بيتحكم في الكومبوننتس اللي موجوده، خلاص. طيب الريدر نفسه لا، ده ريد اونلي اكونت ما ملوش اي حاجه تانية، تمام كده؟ طيب فلو انت عندك بروجكت مثلا، البروجكت ده فيه شويه فيرتشوال ماشينز، لو عندك ادمن فالادمن ده ممكن يشيل ويحط اي حاجه هو عايزها في البروجكت ده، وليكن الادمن ممكن يشيل انستانسز، يضيف انستانسز، يضيف ايمجز، يشيل ايمجز، يعمل اللي هو عايزه. لكن الممبر بالمناسبه ده الادمن ساعتها ممكن يحذف البروجكت نفسه تاني، لو هو ادمن على البروجكت ده فمن حقه ان هو يحذف البروجكت نفسه، لكن لو هو ممبر فممكن يضيف للبروجكت او يحذف من البروجكت، لكن مش من حقه ان هو يحذف البروجكت نفسه. وصلت؟ يعني ممكن يضيف انستانس، يحذف انستانس، لكن يحذف البروجكت نفسه من بره كده كله على بعضه؟ لا. الريدر واكيد ريد اونلي ده مش محتاج كلام كتير، فايه؟ فده باختصار شديد جدا اللي ممكن يعملوه. ماشي كده؟ طيب تعالى بقى نبدا نكريت سيرفيس دي للجلانس، انا كل ده بحضر عشان ابدا اعمل انستول للجلانس. هقول له كده اوبن ستاك سيرفيس create، وهقول له اسم السيرفيس دي سميها برضو بنفس الاسم بتاعها جلانس، خلاص. والسيرفيس دي ممكن اديها كده ديسكريبشن، ممكن اديها اسم كده احنا نفهمه اوبن ستاك مثلا ايمج، وليكن ايمج سيرفيس مثلا، ده مجرد دامي يعني دامي ديسكريبشن براحتك اللي يعجبك يعني، خلاص. وده الاسم بتاعها، ده اسم السيرفيس. اوبن ستاك سيرفيس ليست، بصوا كده عندي كام سيرفيس موجودين حاليا، ها ايدنتيتي وايمج، اتنين سيرفيس موجودين، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. انا ممكن ابدا اضيف السيرفيس اللي موجوده عندي دي، ممكن ابدا اضيف الاند بوينتس بقى اللي لما حد يتكلم مع السيرفيس دي هيتكلم معاها عليها. فاكر كده اوبن ستاك اند بوينت ليست، صح؟ انا حتى الان الاند بوينتس اللي موجوده عندي هي بتاعت مين؟ ها؟
بص كده بيقول لك انت عندك 3 اند بوينتس. الثلاثه اند بوينتس بتوع مين؟ بتوع اي سيرفيس؟ بتوع الكيستون صح؟ انا المفروض اضيف اند بوينتس بتوع اي سيرفيس دلوقتي؟ جلانس الحاجه زعبوله دي اهو. فالمفروض هروح اضيف 3 اند بوينتس عشان الجلانس، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. فانا ممكن اجي هنا كده واقول له اوبن ستاك اند بوينت كرييت زي ما عملنا قبل كده، والريجن بتاعتنا احنا كنا مسمينها ايه؟ ريجن 1 صح؟ ريجن 1 اي اسم يعجبك، يو اس ايست ويست دبي ايجيبت سم، ده اسم ريجن، ده المنطقه الجغرافيه اللي فيها الاوبن ستاك ها كلاود بتاعتك يعني. طيب كلام جميل. الاند بوينت دي للايمج سيرفيس، واليو ار ال بتاعها هيكون على اتش تي تي بي اسم الهوست بتاعنا ده او اس بي دوت اكزامبل دوت كوم، يا الاي بي يا الهوست يعني براحتك خلاص. والجلانس بالمناسبه، الجلانس لما تيجي تشغلها كمان شويه هتعرف ان الجلانس عندك بتشتغل على بورت كام؟ ها 9292 خلاص. بالمناسبه انا نسيت اقول لك هنا حاجه، انت لما تيجي تعمل اي اند بوينت لازم تقول له الاند بوينت انترفيس ده ايه، بابليك ولا انترنال ولا ادمن ولا ايه بالظبط خلاص. فانا ممكن اجي هنا كده واقول له ده نوعه هيكون ايه، نوع الاند بوينت دي هنعمل 3 صح. فالخطوه دي هنكررها ونعيدها كم مره؟ 3 مرات اهو. تعالى كده اند بوينت ليست مره ثانيه اهو، ضفنا ايه؟ ما فيهاش في 3 صح؟ لا ما فيش فيها في 3، في 3 ده كانت الكي ستون يا باشا. انا قلت لك الفيرجن بتاع الاي بي اي بتاعت الكي ستون، يا اما الكي ستون يا فيرجن اي بي اي فيرجن 2 او فيرجن 3 صح كده؟ دي شغاله فيرجن كام؟ ماشي خلينا ندور عليها. ماشي خلاص. بابليك ادمن ومحتاجين كمان الانترنال. انترنال خلاص. اوبن ستاك اند بوينت ليست حلو جدا. بص عندي كده هتلاقي بالنسبه للايدنتيتي ليها اند بوينت، والايمج لها اند بوينت بالنسبه للبابليك ايه اند بوينت. نفس الحكايه للادمن وللانترنال، شايف اهو اهو ادمن برضه نفس الحكايه. ها في مشكله كده؟ طيب الخطوه الثانيه لما تيجي تحضر للجلانس، الخطوه الثانيه عشان هتيجي تحضر لها المفروض تنستول الايه؟ ها او تكونفيجر الداتا بيز بتاعتك صح؟ ما الجلانس ده هو كمان لازم يكون له داتا بيز عشان يخزن فيه معلومات الايمجز اللي هتيجي ترفعها. طب كلام جميل. طيب تعالى كده نحضر الكلام ده، ماي سيكوال داش روت داش بي، تعالى نكونكت كده حلو. المفروض دلوقتي هروح كاري الداتا بيز بتاعت البلانس ديت، فاقول له كده كرييت داتا بيز اسميها جلانس، وممكن اجي كده اقول له جراند اول اون جلانس دوت استريك تو جلانس ات لوكال هوست، وتقول له الكلام ده ايه؟ ايدنتيفايد باي الباسورد بتاعتنا اللي احنا عاملينها كانت ايه؟ او اللي احنا عاملينها للداتا بيز دي، الباسورد اللي عملها الداتا بيز دي هنسميها ريد هات، ضمي باسورد عندك مفيش مشاكل فيها. انا بعت لك اللي هو اللينك بتاعها اللي هو الدوكيمنت اللي عايز تكوبي بيست منه اسرع. ولو انت هتكونكت على داتا بيز خارجيه، لو انت هتكونكت على داتا بيز خارجيه المفروض تعمل حاجه زي كده. حد فيكم عارف الحكايه دي في الماي سيكول؟ ايوه مصطفى. معناها ايه؟ اللي هو يدرك كل حاجه، كل حاجه اللي معناها الراجل ده ممكن يكونكت من اي مكان. كده ماشي كده؟ ممكن بعد كده نقول له فلاش privileges
خلصنا كنترول دي كده عشان نعمل كويت. طيب ممكن اجي هنا كده اقول له يام انستول اوبن ستاك داش جلانس. معلم انا بعت لك اللينك بتاع اللي هو بتاع الدوكيمنت وخلاص، لو انت عايز تكوبي بيست منه اسرع. بس نعم الدوكيمنت بتاع الموجود بتاع اللي هو زي انكي ستون بالظبط، بس عليها نفس الحكايه ما عملناش حاجه زي اللي احنا عملناه بالظبط. عملنا داتابيز ورجعنا عملنا يوزر للجلاند سيرفيس نفس اللي احنا عملناه بالظبط، سيرفيس كرييت. هو بيقول لك هنا cannot install the best candidate for the job. تعالى كده ونقول له يام ريبو ليست، اكيد في عندنا هنا حاجه ناقصه. عندنا سنتس بيز او اس ابستريم. ممكن اقول له كده يام قبل الاي بي ال، تعالى كده نشوف اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي. تعالى كده سنتس مي يا سيدي، تعالى كده نشوف الباور تولز دي ممكن تدينا اللي احنا محتاجينه ولا لا. معرفش انا مش متاكد، انا بجرب معاك اهي. يام انستول اوبن ستاك كلانس ممكن يكون باكجز موجوده فيها، لو مش موجوده تعالى نجيب الاي بي ال. عدت المره دي الباكجز موجوده وكله تمام التمام. كميه زربيح باكجز بقى يتعمل له انستول عندك بالعبيط، شايف؟ هينزل 106 ميجا وانستول سايز 424 ميجا، ماشي. فتعال اقول له ماشي يا عم، تعال اعمل انستول. يبقى بكل بساطه الانستوليشن بتاع الجلانس بسيط جدا. هتروح تكريت يوزر، اليوزر ده السيرفيس او الجلانس سيرفيس هتستخدمه عشان تريتريف التوكنز من مين؟ ها؟ من الكيستون. ده الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه هتروح تقول الكيستون يا كيستون انت في عندك سيرفيس جديده، حطيها في السيرفيس كاتالوج عشان لما حد يحاول يوصل للجلانس ايمج يقدر يوصل لك، صح كده؟ دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه حضرت الداتابيز اللي الجلانس سيرفيس نفسها هتستخدمها علشان تحط معلومات الايمجز اللي انت هتعمل لها ابلود كمان شويه. يعني كمان شويه كده هنزل لك ملف ايمج كده بتاع او اس واقول لك تعالى يا عم هات الملف ده وارفعه للجلانس، خليه متخزن كتمبلت عندها. فلما معلومات الملف ده هتتحط فين؟ ها؟ ما هي لازم تكون في داتابيز. فاحنا رحنا عملنا داتابيز فاضيه، والداتابيز الفاضيه دي هنرجع نستخدمها كمان شويه لما نيجي نسيت اب الجلانس دلوقتي حالا. خليك معايا بس وهتشوف. ها؟ حد عنده اسئله في الثلاث حاجات اللي عملناهم دول حتى الان؟ اي سؤال؟ بقى واضحه تمام يا باشا. بالمناسبة الطريقة دي هي نفس الطريقة اللي تستخدمها مع كل السيرفس بتاعت الاوبن ستاك تقريبا، او غالبية السيرفس بتاعت الاوبن ستاك. يا مصطفى هو السيرفس دي تعتبر زي ريبو للايمج صح؟ هي تقريبا بالظبط حاجة شبه كده، بس ما تقدرش تقول ريبو لان ريبو دي بيكون فيها باكجز، لكن دي عبارة عن ايمج يعني ممكن نقول كده هي السيرفيس اللي بتخزن لك الايمجز، بس مش بتخزنها بمعنى تحطها على الديسك، لا هي اللي مسؤوله عن الايمجز الريتريفال والابلود والداونلود بتاعت الايمجز بتاعتك. ماشي ماشي يا مصطفى. طيب دي بتستخدم اي ستورج بقى؟ بلوك ستورج؟ ما انت هتيجي كمان شويه تكونفيجر وتقول له انت عايز تخزن الحاجات دي فين؟ هل هترميها على حاجه بره ولا هترميها لوكالي على الديسك ولا فين بالظبط؟ فاستنى اصبر على ريسك لسه ما دخلناش المرحله دي. خلاص ماشي ده في خلاص ماشي هندسه ماشي كده؟ طيب كلام جميل. انا دلوقتي عملت انستول للحاجه دي. طيب ما لو جيت بعد ما عملت انستول بصيت كده جوه اي تي سي جلانس، بص كده هتلاقي عندك جلانس اي بي اي فيم جلانس اي بي اي دوت كونف. سبحان الله سبحان الله، جلانس اي بي اي دوت كونف ده فيه كميه اوبشنز
بص كده في كام لاين موجود؟ 5700 لاين. انت متخيل كمية الاوبشنز اللي موجودة فيه قد ايه؟ الغالبية العظمى لا. فاحنا ممكن نبقى اصيع منه ونعمل ايه؟ احنا ممكن نكونفيجر كده، تعالى ممكن نكونفيجر بايدينا اصلا الحاجات دي. يعني انا ممكن اعمل حاجة كده سي بي glanceapi.conf، سموهولي glanceapi.conf.original، تعالى فيم glanceapi.conf، تعالى احذف كل اللي موجود فيه كده من واحد لاخر، اعمل ديليت، وتعالى نبدا احط البارامترز اللي انا محتاجها. اولا السكشنز اللي انت محتاجها هنا، محتاج الديفولت سكشن، لا المفروض الديفولت السكشنز هنا بتكون مكتوبه كابيتال عشان ما اغلطش برضو. الديفولت سكشن، الديفولت سيكشن هتحتاج تكتب له فيه ايه؟ هتبايند على اي ادرس، خلاص هتلسن على اي انترفيس، البايند هوست بتاعك لسن على كل الانترفيسز، عايز تقول له انترفيس معين هترزعه الاي بي ادرس بتاع الانترفيس ده، ماشي كده؟ طيب ممكن تقول له كمان الجلانس ستور، الجلانس ستور بتاعك انت عايز تخزن الجلانس ايمجز بقى فين؟ ممكن اقول له كده الاستورج بتاعتك عباره عن فايل، وانا عايزك كمان تلسن على اتش تي بي ريكوستس، خلاص؟ طيب ايه تاني؟ الاستورج ايه تاني محتاجه هنا يا سيدي؟ خلينا نفتكر كده، هيلسن على اي انترفيس، نوع الاستورج بتاعتك هيخزن في فايل، وهيلسن على اتش تي بي ريكوستس كمان موجوده عنده عشان يريتريف، عشان ابلود وريتريف الايمجز. الداتابيس كونكشن جايبه. خليني كده احدد الديفولت ستور كمان بتاعك. الديفولت ستور ممكن اقول له نوع فايل. حاجه اسمها فايل سيستم داتا داير. هو ممكن يكون موجود هنا صح؟ موجوده. الدايركتوري اللي هتحط فيها الايمج بتاعتك بقى، لما تيجي ترفع اي ايمج هتحطه فين؟ ماشي كده؟ طيب لسه برضو عندنا المفروض نقول له الداتا بيز بتاعتك فين؟ اهي تعالى كده نرزع السكشن ده، المفروض اجي هنا كده واقول له الكونكشن بتاعك اليوزر احنا كنا مسمينه كلانس صح، والباسورد كانت ريد هات، واسم المكنه بتاعتي كان اسمها ايه؟ osp.example.com. المفروض ان هو كده. نعم هو انت معلش ما عملتش ايديت على الفايل ليه؟ معلش اشتغلت ده من اول خالص ليه؟ لان حجم ملف كبير جدا، 5000 سطر، يعني هقعد اجري في 5000 سطر يعني، اكيد مش درجات يعني صح؟ ماشي. احنا محتاجين شويه بارامتر صغيره جدا يعني، مش محتاجين حاجه فيها، خلاص. محتاجين برضو الكيز تول اوثنتيكيشن، يعني دول اللي احنا محتاجينهم دول. تعالى هنا كده يا حاج اهو، الكيز تول اوثنتيكيشن بتاعي انا عندي اسمه osp.example.com، ده اللي احنا عملنا له كونفيجر على الكيستون قبل كده. الاوثنتيكيشن تايب باسورد، والباسورد بتاعتنا كانت ريد هات. ها حد عنده اي مشكله في الحاجات اللي احنا عملناها دي؟ بكل بساطه كل اللي احنا عملناه قلنا للحاج ده هتلسن على اي اي بي، قلت له انت هتخزن الداتا بتاعتك، نوع التخزين هتستقبلي داتا وتخزنها ازاي، خلاص. قلت له هتخزنها فين؟ في فار لب جلانس ايمجز، فالمكان ده لازم يكون موجود عندك، لو هو مش موجود اصلا. قلت له الداتابيز بتاعتك هتحط الكلام ده في اي داتابيز، اهي عباره عن ماي سيكوال، واسم اليوزر نيم اللي هتستخدمه، والباسورد بتاعته ايه، وموجوده على اي هوست، واسم الداتابيز نيم نفسها، الداتابيز اللي احنا عملناها، احنا عملناها كرييت، والكيستون اوثنتيكيشن. قلت له انت لما تيجي تاوثنتيكيت ده اليو ار ال بتاعك،
خلاص، والاو سي ار ال اهون، الميم كاش دي سيرفرز، او اس بي اللي احنا الميم كاش دي اللي احنا كنا عملنا لها انستول المره اللي فاتت فاكر، ونوع الاوثنتيكيشن بتاعك باسورد، والدومين نيم والدومين الدومين نيم بتاعك، البروجكت دومين نيم واليوزر دومين نيم، والبروجكت نيم كان اسمه سيرفيس اللي احنا كنا لسه عاملينه من شويه. فاكر لما كنت قلت لك تعالى نعمل سيرفيس، عملنا بروجكت اسمه سيرفيس صح فاكر من شويه اهو. خلينا نرجع هنا تاني كده، اوبن ستاك بروجكت ليست، فاكر لما عملنا بروجكت اسمه سيرفيس من شويه اهو صح؟ تمام بس. وال ايه تاني؟ ايه تاني يا سيدي؟ تعالى كده نبص عليه هنا، في حاجة تانية الجلانس ستور، خلاص خلصناها. خلصنا كده المفروض نعمل بابيوليت الداتابيز بتاعتك. بمجرد ما عملنا بابيوليت فاحنا كده الكي ستون بالنسبة لك يعتبر اب اند راننج. تعالى كده عندنا. الاول بعمل بيبيوليت، تعالى كده اتاكد من حاجه، هل ده موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. طب هو انا لو عملت بيبيوليت الداتا بيز وكده ستارت السيرفيس لو مش موجود هيتكريت؟ تعالى نجرب برضو. تعالى كده var log glance api.log. بص بعد ما عملت سينك للداتابيز ايه اللي حصل؟ ها عمل ايه؟ عمل بيبيوليت وقال لك الداتابيز سينكت سكسسفولي وكله تمام تمام وزي الفل. طيب الخطوه اللي بعدها تعالى انيبل الايه؟ الجلانس سيرفيس، وتعالى نعمل لها ستارت سيستم كنترول ستاتس للاوبن ستاك جلانس اي بي اي سيرفيس دي راننج اهي. netstat dash mtlb هل بتلسن اهي؟ شايف بتلسن اهي صح؟ 9292 فاكر؟ اه تمام. طيب كلام جميل، لحد دلوقتي في مشاكل زي الحلال. طيب الخطوه الثانيه بالنسبه لنا بقى، انت كده عملت الجراند سيرفيس، هو السؤال تعالى كده ls مره ثانيه اتكريت، بص ايه اللي حصل له. معنى كده ان هو حتى لو مش موجود وجيت شغل جلانس ام جلانس ايمج سيرفيس ايه اللي هيحصل؟ ها كاري اوتوماتيك، هيتكرر في سكته ماشي. طيب طيب اوبن ستاك، اوبن ستاك سيرفيس ليست، السيرفيس موجود عندي اهي. طيب اوبن ستاك اند بوينت ليست، عايزين نجرب هل الجلانس ايمج سيرفيس دي شغاله ولا مش شغاله ولا ظروفها ايه. ها ماشي كده، يبقى دي الخطوه الجايه بتاعتنا. احنا كده المفروض على حسب اللي احنا عملناه احنا تقريبا خلصنا السيت اب بتاع الجلانس ايمج. مش المفروض، لا هو فعليا كده خلص، خلاص هو كده خلص. طيب انا ممكن بقى ابدا اجرب الكلام ده ان انا داونلود ايمجز والعب معاها بعد كده ايه ارفعها للجلانس ايمج سيرفيس دي واتاكد ان هي موجوده ولا لا. تعال انا موجود في السلاش رود دلوقتي. طيب انا ممكن اعمل حاجه كده، ممكن اقول له كده ام كي داير مثلا ايمجز سي دي جوه ايمجز دي، وتعال نبدا نلعب فيها شويه ماشي كده. طيب حد فيكم سمع عن طول اسمها فيرت بيلدر؟ دي واحدة بتنزل مع ال أو واحدة من التولز اللي بتستخدمها لما تكون بترام كي في ام ايمجز ماشي كده؟ ممكن تقول له أنا عايز، ها أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز لا طب خليني أجيب لك الموضوع من الأول بقى، أنا بعدين بقعد أعيق وأقعد أقول لك بعمل كذا وبعمل كذا، تعالى ناخد الموضوع كله من الأول ماشي كده؟ طيب أبدأ معاك الحتة دي منين؟ مش عارف والله. لو جبت الموضوع من الاول معناه ان انا لازم ابيلد ايمج من البدايه. يا نهار ازرق. طيب ابيلد الموضوع من البدايه دي اصلا ليها
باكج عشان عشان تتصدى بالفيرجن. ليها باكج، ليه؟ انا عارف ان ليها باكج، بس انا عايز اجيب الموضوع من البدايه معاكم، مش عارف ابدا من اي حته بالظبط. بسم الله بسم الله. بص تعالى كده، يام سيرش لب جست اف اس، اوريكم حاجه تعجبكم. بس يعني مش عايز حد يخبطني في وشي يرزعني سؤال يجيب بيها الارض. مش عارف اجيبها لكم ازاي. طب تعالى كده انستول، والله ما انا مش هبخل عليكم بيها، وتعالى خد يا عم الحته دي، اوريك حاجه تعجبك جدا انت وهو هو يعني. سلام عليها، ليها علاقه بالكي بي ام؟ الكي بي ام ده حاجه عبقريه. هوريكم حاجه تعجبكم دلوقتي، هوريك. بص انا هوريك حاجه دلوقتي فعلا انت هتبقى مبسوط وانت شغال. ماشي. الباكج اسمها ليب جيست يا مصطفى؟ ليب جيست اف اس اهي، ليب جيست اف اس. هوريكم حاجة حلوة جدا دلوقتي، يا رب بس تكمل الآخر وما تفرقعش في وشنا يعني، بس عارف انتوا فقر بصراحة، فربنا يستر. طب ما تقول لنا عندنا تعمل ايه لحد ما التسليم يخلص وكده؟ بص انا بفكر اداونلود ايمج سنتوس، الايمج دي اعمل لها كاستمايز بايديا مانيوالي، ورنها كفيرتشوال ماشين، اخش اعدل فيها واوريك انا ممكن اعدل في فيرتشوال ماشين قبل ما اعمل لها امبورت اصلا كمان، وبعد كده اعمل لها امبورت في الجلانس ايمج، هضيف حته كاستمايزيشن للايمج. انا ضربت في دماغي دلوقتي وانا قاعد معاكم كده ان انا عايز اجيب ايمج واعمل لها كاستمايز، خلاص هي فرقعت في راسي دلوقتي، وعايز اجيب ايمج ارنها واعدل فيها من جوه، يعني عايز انستول حاجه خاصه بيا على الايمج دي، اضيف يوزر معين مثلا، اخترع حاجه، انستول فيم باكجز نت تولز، اعمل اللي انا عايزه. ماشي كده، عايز اكستمايز الايمج اللي جايه بري بيلت دي. الفيرت بيلدر دي يا حاج زعبله مش موجوده برضه. طيب تعالى كده، يام وات بروفايد، انا اصلا مش حافظ الباكج بتاعتها اللي بجيبها ايه. فيرت بيلدر دي موجوده، لبجست اف اس داش تولز يا عبد الصمد. طيب يام داش واي انستول الفيرت بيلدر دي يا عم الحاج، هي تول كده موجوده بتساعدك ان انت تداونلود كميه ايمجز غير طبيعيه موجوده في الكلاود، موجوده مرفوعه اصلا عند الناس عاملينها ورافعينها موجوده، عايز تعمل لها داونلود بشكل مباشر. شايف دي كل الايمجز اللي موجوده، شايف عامله ازاي؟ بتجيب من انهي كلاود؟ معلش بتجيب من انهي كلاود؟ افتح المان بيج بتاعتها وشوف الحاجات دي مرفوعه فين. انا دلوقتي انا هي كونكتد على ايه يعني؟ ولا يعني مش فاهم الحته دي، يعني هي كونكتد على ايه؟ مش فاهم يعني، هي المفروض كونكتد فيها دي، هي اصلا فيها كونفجريشن خلاص يعني، كونفجريشن اللي هتجيب من حد معين بس. افتح المان بيج بتاعتها، هي من سنتوس، انا مش بستخدم فيرت بيلدر بتاع ريد هات، فانا مش متاكد بتاعت سنتوس بتسحب منين. خلاص لو هي ريد هات، لو انت مشغل، لو احنا مشغلين ريل دلوقتي كنت هقول لك مباشره بتسحب من السي دي ان بتاعت ريد هات، لكن بتاعه سنتوس اكيد هم عاملين حاجه حاطين فيها او عاملين سيرفر محطوط عليه الايمجز دي بتعمل لها داونلود، بدل ما تروح تداونلود بايدك الايمج وكلام من ده وانت تعذب نفسك وشوف الكيو كاو فايل موجود فين، انت بقى روح الرمان بيج بتاعتها وشوفوا حاطينها فين يعني. موجودة خلاص موجوده في الموقع بتاع سنتوس الهوم بيج نفسها في الداونلود، انك تداونلود. انا عارف هم اكيد حاطينها في مكان ما، بس انا ما اعرفش هم حاطينها فين بالظبط. خلاص انا متاكد الفيرت بيلدر بتاع ريد هات بيسحب من السي دي ان بتاع ريد هات، لكن بتاع سنتوس فهم اكيد اكيد حاطين او مستخدمين نفس التول، لكن حاطين الايمجز في مكان تاني، ممكن يكون محطوط على اي بي ال او محطوط على
السيرفرز بتاعت فيدورا نفسها غالبا يعني، ماشي؟ ف ده المتاح بالنسبه لك. بص بقى كميه الايمجز اللي موجود عندك، كل الايمجز دي انستولد وبري بيلت، اي حاجه تخلاها في حياتك يعني، الحاجات اللي هي الموست كومن يعني، فيدورا لحد 33 موجوده، اوبونتو فيدورا من اول 18 موجوده، شايف؟ اوبونتو بقى تقريبا كل الفيرجنز بتاعتها هتلاقي عندك، ساينتفك لينكس موجود، ديبيان 10 موجود، سيرفرز موجود، اوبن سوزا، الحاجات اللي هي اللي ايه هتشوفها قدامك في وشك يعني. انا ممكن اجيب سنتوس 8 2 دي، نعم، وهقول لك داونلودها بقى، لو انت هتمشي بالطريقه المفروض انا هسحبها على طول. هسحب واحده منهم، تعالى كده ابدا داونلود واحده منهم، وبعد ما داونلود الواحده دي ابدا اعمل لها ايه، العب معاها شويه. طيب تعالى كده داونلود الايمج دي كده اهي، ممكن اقول له كده فيرت بيلدر للايمج دي، واقول له كده انا عايز الايمج دي لما تعمل لها داونلود، انا عايز الفورمات اللي هو كيو كاو 2، السايز بتاعها 10 جيجا. ممكن اقول له كده داش او، او يعني معناها اوتبوت، انا عايز برضو اسميها بنفس الاسم سنتوس 8 2، ده بعد ما يعمل لها داونلود. ممكن اقول له الروت باسورد بتاع الايمج دي سميها لي ريد هات، ده اعتقد كفايه جدا يعني. invalid password selector، sees a man page. ممكن يبقى لازم يكون ما بين double quotes، لا اعتقد مش لازم ولا حاجة. تعالى كده نشوف في اي example محطوط هنا. فين الباسورد؟ بالنسبه للاول تقريبا في اي باث، محدش مش حدود الباث داش باسورد، نعم الباسورد بيبقى موجود في فايل يا باشمهندس، الدايركتري اللي بالظبط انت كاتب اوت او سنتوس بس فين دي؟ انا ممكن اقول له سميها لي كده دوت كيو كاو 2، ده الاوتبوت فايل بتاعي. دي واحده، دي غلطه. فيرت بيلدر ده اسم الايمج اللي انا عايز اجيبها، ده الفورمات بتاعها، ده السايز بتاعها، ده الاوتبوت بتاع الفايل، الفايل لما يتعمل له داونلود هيتسمى باسم ايه؟ ده الروت باسورد ومسميه ريد هات. طيب خلينا كده نحطها، بعته لحضرتك على الـ على الـ على الشات، لازم تقريبا يبقى في فايل. الباث او باث لا مش لازم يكون في فايل، مش لازم يكون في فايل. أنا ممكن أقول له كده خليني أخلي الباسورد دي كومبلكس شوية، 1 2 3، تعالى نشوف. طيب تعالى كده نشوف هو ليه بيفرقع مننا. invalid password selector C man page، تعالى كده نشوف الباسورد selector دي، man vert builder، تعالى نشوف selector دي إيه حوارها. Password user selector set the password for user users and passwords for the format of the selector field and also how to set up user accounts. See users and passwords. بص بالظبط لازم نسل يعني نقول الباسورد دي بتاعت انهي يوزر بالظبط، الروت. بص يا معلم من الشات كده بعتها لك بالظبط. تعالى كده هنلاقي فيه اكيد examples هنا، انا بعت لك في الشات syntax بالظبط، بعت لك syntax بالظبط في الشات. ايه اللي انت مش فاهم؟ ايه root password password colon syntax؟ ايه ده root dash password
تعال نشوف نقرا كده. هو سيلكتور set the root password, see users and passwords for the format of the selector. Invert builder, if you don't set root password, then the guest is given a random root password. طيب انا ممكن اكون اصيع من الحاج ده كده. لا خليني هنا users and passwords section هنا. باسورد شوف الباسورد نقطتين مش بحط بعدها سبيس تقريبا كده. اه فعلا المفروض روت باسورد وتقول له انا هستعمل باسورد مش هستخدم فايل. اه صح صح كده ماشي ماشي يا محمد. ده الروت باسورد انا هستخدم باسورد واسمها ريد هات. بص هيبدأ بقى ايه، يروح يجيب الحاجة زعبولة دي يبدأ يعمل لها داونلود. شايف بدل ما تقعد توجع راسك وتشوف بقى ربنا يديك الصحة يعني. اه ممكن تعمل اي امبورت على طول، ده اكيد ده اكيد ممكن يعني. مش هنعمل كده، عايزين نعدل فيها شويه. ها ايه السؤال؟ اسال اسال عادي مش مشكله. السبيكس بتاعتها فين؟ انا ما خدتش بالي من السي بي يو والرام. انا ما حطيتش اي سبيكس، انا لسه بداونلود الايمج ده فايل، بداونلود الفايل نفسه اللي هستخدمه بعد كده عشان ابلد منه الاو اس بتاعي لما اجي اعمل انستنس. فانا داونلود فايل ايمج بري انستولد اوبريتنج سيستم محطوط على ايمج، الايمج ده بعمله داونلود، وبعد ما اعمله داونلود هعمله كاستمايز قبل ما اعمله امبورت. ماشي، عايز تعمل له امبورت على طول اعمل له امبورت على طول براحتك، الموضوع يرجع لك يعني. لكن انت في كل الحالات لازم تعمل له كاستمايز، لان انت محتاج تسيت اب مثلا اس اس اتش كي، عايز تنجكت اس اس اتش كي جوه الانستنس ده عشان لما تكونكت تكونكت من غير ما ايه، ها، من غير ما تدخل يوزر نيم ولا باسورد. صح، ممكن تضيف يوزر، عايز تضيف مونيتورنج تول بحيث ان اي انستنس عندك يتكريت من الايمج دي يبقى اوتوماتيك المونيتورنج تول دي موجوده عليه. عايز اي حاجه ده طبيعي. نعم، سطب الايجنت سنتر كل مره، سطب الايجنتس اللي انت محتاجها لكل مره تيجي تنستول الاو اس لازم تكون موجوده عندك على المكنه، الكومن تولز اللي انت محتاجها تكون موجوده، بدل ما تقعد يعني الوظ الحاجه، بدل ما انت تقعد ايه تعذب نفسك بعد كده في المستقبل. وصلت؟ وراك البريكويزيتس والحاجات دي كلها اعملها. فتعال نمسكه نقلوظه ايه ونعدل فيه اللي احنا عايزينه يعني الحته بتاعتنا. انا على فكره ممكن اعدل فيه تعديلات غبيه يعني، تعال اوريك كده شويه تعديلات. ماشي خلينا نشوف. مصطفى بس معلش في سؤال كده، ممكن تفتح ملف الكونفيجريشن الخاص بالبالانس بتاع الايجار؟ افتح لك ملف الكونفيجريشن سهل، استنى بس ما يخلص اهو. هنا ممكن نفتحه اساسا اي تي سي بلانس بلانس اي بي اي دوت كونف. ايوه الباين بروست ده نفسه اللي انا منزل عليه. ايوه اه ممكن تقول له عايز اسن على انترفيس معين او اسن على اي انترفيس. بالظبط كده. طب انا لو عندي اكتر، هل ممكن يكون عندي اكتر من هوست سيرفيس دي؟ اه طبعا ممكن تحط الجلانس دي على اكتر من هوست. ايوه ممكن طبعا اكيد. هل هكتب مثلا كل هوست الاي بي بتاعه، ولا لو انا مثلا رابطهم بلود بالانسر مثلا؟ ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس. انت لما تيجي انت بتحط الجلانس بتحطها على هوست واحد صح؟
كده حطيتها على هوست واحد، لو انا حطيتها على تو هوست مثلا او ثلاثه. ما هو كل هوست بيكون له اي بي بتاعه يا ابني. انت كده بدأت في الاسئله العشوائيه صح؟ اكيد اعترف. لا 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 مش هعترف. لا والله انت بتسأل سؤال عشوائي دلوقتي. يعني انت لو انت لو بتسيت اب الجلانس ده على سيرفر الاي بي بتاعه 192.168.1.1 او 10.1 مثلا، ماشي كده؟ هتحط الاي بي بتاع المكنه دي. لو بتسيت اب على سيرفر تاني الاي بي بتاعه 10.10 هتحط الاي بي بتاع 10.10 على المكنه اللي هي 10.10 صح؟ يعني انا ممكن يكون عندي اكتر من سيرفر للجلانس. ايوه طبعا ممكن تحط عليهم لود بالانسر، بس خلي بالك في مشكله عندك دلوقتي. عارف هي ايه؟ ده سؤالي بقى، اللود بالانسر احط اي اي بي؟ طيب تعالى كده راح فين؟ كان في عندي هنا في حاله ان الدنيا هنا عايز اعمل لود بالانسنج عليها. والله يا عم الحاج تعالى هات اعمل جلانس على السيرفر الاولاني اللي هو اسمه اكس، وانستول جلانس على السيرفر الثاني اللي هو اسمه ايه؟ واي، وانستول جلانس على السيرفر الثالث اللي هو زد. في مشكله كده؟ حطوا قدامهم مين؟ لود بالانسر، ماشي كده؟ طيب لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب انت عندك دلوقتي في مشكله موجوده اللي هي ايه؟ ان المفروض الثلاثه دول يشاوروا على نفس الداتابيس، ماشي صح؟ اه ده رقم واحد. عندك رقم اتنين، لو هما الثلاثه بيشاوروا على نفس الداتابيس فلازم هما الثلاثه يكونوا بيكتبوا الفايلز او بيعملوا ابلود للفايلز او بيخزنوا الفايلز في مكان مشترك صح؟ ها وصلت؟ فده بالنسبه لك دي حاجه لازم تحطها في الاعتبار. طيب انا في البايند فايل بقى، يعني انا هحط اي اي بي، اللود بالانسر ده مش هحطه، ما اللود بالانسر بيشتغل باي بي. لود بالانسر بيشتغل باي بي؟ لا تاني كده. في الحاله دي هتحط الاي بي بتاع مين؟ بتاع اللود بالانسر صح كده؟ ايوه اه صح كده. اه بس خليك فاكر ان انت تكونفيجر السيشن بريزيستنس بشكل كويس. عشان اللي يجي كونكت على اللود بالانسر يفضل الكونكشن بتاعه مينتيند لحد ما يخلص الكونكشن ده. لو راح الاولاني يفضل مع الاولاني، لو في يوزر تاني بيكونكت ممكن يبعته لواحد تاني مش مشاكل. ما هو كده كده بيرمي في داتابيز مختلف، للاسف في نفس الداتابيز، وكده كده بيرمي في نفس المكان اللي فيه الفايلز. وضحت؟ طيب كلام جميل. هو هنا تعالى كده نشوف الاس كده ليه ما اشتغلش. بيقول لك ليب فيرت اصلا مش موجوده على المكنه دي. يا نهار ازرق. طيب لا لا ليب فيرت نزلت بس محتاجه ريبوت او مش ريبوت. سيستم كنترول ستيتس ليب فيرت دي سيستم كنترول ريستارت ليب فيرت دي راننج اهي. بيعمل لها انكمبريس دلوقتي. تعالى كده ما نشوف. ده بيقول لك عندك مشكله هنا. لب ديستس كودنت كرييت ابلاينس ثرو لب فيرت، تراي رانينج كيميو دايركتلي ويزاوت لب فيرت يوزنج ذس انفايرمنت فاريبل. اعتقد لازم الريبوت يا باشمهندس للماشين طالما نزلنا عليها اللب فيرت والكي في ام. هو الفي ام اللي انا عاملها دي مش فاكر.
للأسف مضطرين نعمل شوت داون. الموضوع مش بيبوت. ماشي كابي هوست سي بي يو كونفجريشن، تعالى كده نشوف هو قصدي كابي هوست كونفجريشن ولا هوست داش باس رو. لا كابي هوست كونفجريشن المفروض المفروض ده يكون كافي اعتقد يعني. خلينا نجرب. انا عندي بخليها دايما هوست داش باس رو. بص انا عمال اقرا اول سطر وسايب الباقي، شايف المشكله فين يا راجل؟ طيب تعالى كده ايه سي لينكس كونتكست تقريبا. نعم الموضوع له علاقه بالسي لينكس تقريبا. نعم برميشن برميشن صح؟ ما هي بتدي برميشن برضو لو انت هو المفروض اصلا ان الايمج دي تبقى موجوده في فار ليب ليب فيرت ايمجز، هي هتدي برضه بيرميشن دينايد اعتقد لو انت مش مظبط. هو بيداونلود فين اصلا؟ هو الفكره ان هو بيداونلود فين يا معلم؟ شوف كده بيداونلود فين يا مصطفى؟ يعني انتوا الاثنين مفيش حد فيكم فكر في الايرور ده؟ يعني الايرور ده مش بالنسبه لكم ولا حاجه؟ يا خرابي. تمام هو مش عارف يأكسس الاستورج. ايوه اهو بيقول لك انا مش قادر اكسس الاستورج بيرميشن دينايد لان انا اليو اي دي بتاعي 107 والجي اي دي 107، لكن سيادتك هنا مع اللي احنا بنعمله دول. تعالى كده بص كويس انا كنت برمي الكلام فين. فروت ايمجز صح؟ طبعا الكلام ده كلام خيالي علمي عمره ما كان هينفع. تعالى كده اعمل حاجه ثانيه ام كي داير مثلا احمد المايك فار كي في ام مثلا ايمجز خليها لي داش بي كده حلو كده ماشي. وتعالى سيستم كنترول ستاتس ليب فيرت دي شغاله هي. تعالى كمان ابلد استخدم الفيرت بيلدر المره دي واقول له حضرتك هتروح في فار كي في ام ايمجز ماشي كده. مش هغير بيرميشن ولا محتاج تغير برميشن ولا اي حاجة خالص، هي موجودة في المكان ده اعتقد المفروض انها تشتغل يعني. المفروض عارف ليه؟ او استنى دلوقتي هقولك هوريهالك. ما تتخضش من الاوتبوت لانه بيبلد الايمج دي من اول وجديد. ها ما تتخضش خالص عادي طبيعي. خلص واشتغل وتمام وزي الفل. عارف ليه المره اللي فاتت كان بقول لك برميشن دينايد يا كابتن؟
او ده بيرمي في المكان غير الديفولت اللي هو بتاعه، ملوش اكسس عليه اصلا. عشان شوف البرميشن بتاع الاذر ايه اصلا، ملوش رايت على ما لهمش ريد ولا اكسكيوت على الهوم ديريكتوري بتاعه الروت. خلاص رحت في داهيه كده، ما عليه. المهم ان احنا كده ايه عملناها. طيب تعالى كده نجرب ايه، ها نقول مش جديد، ونعدلها بقى، نعدل عليها شويه. حلو، تعالى نعدل عليها شويه. ممكن اجي كده اقول له فيرت انستول مثلا، مش موجود. طيب يام وات بروفايد فيرت انستول، الباكج اسمها فيرت انستول، يام انستول فيرت انستول داش واي. على كده vert install ماشي، واقول له هنا النيم بتاعك سميه لي عم سنتوس 8.2 سنتوس داش 8.2 مثلا. ممكن اديله شويه تفاصيل زي مثلا الرام بتاعت الحاجه دي 2048، الديسك ممكن اقول له الديسك بتاعك السايز، لا تمام الباث بتاعه صح؟ تمام ديسك عندنا اوريدي، ده كان في فار لب، لا فار كي في ام باين صح؟ فار كي في ام ايمج. طيب خليكم بس معايا ثواني.